انت بتشتغل مهنتك الاساسيه ايه؟ المهنه بتاعتك اللي هو انا مؤهل سياحه وفنادق، شغلتي شيف وكروات، بس جو مريح وكده، فوالدي ان هو صاحب المكان وكده، فانا قاعد ان هو يعني المرسى بتاعته مركبيه ابا عن جد يعني والدك كان. طب انت شايف ايه اللي اتغير مثلا في مهنه المراكبي دي عن زمان، او ان هو اللي بيفسح الناس، واللي ايه اللي اتغير عن زمان؟ هي بص حركة الدنيا لمت، يعني كان زمان يعني مثلا احنا شغالين بترخيص بكل حاجة، دلوقتي المهن لمت بقى كله فيها، تلاقي البلطجي مش عارف يعني برضه في مهنة المراكبية دي فيها بلطجية. بس ازاي بقى؟ بعد الثورة. بعد الثورة. انت فاهم يعني احنا معانا ترخيص وكاميرات، في ناس قدام اذاعوا تلفزيون بعد الكوبري فتحوا السور قطعوه وفتحوا، لمت بقى بوظلنا الدنيا، واصلا الجو مريح مفيهوش شغل، وكل شوية مظاهرات وقلق والدنيا بردك. احكي لنا انت اليوم بتاعك بتبتدي ازاي؟ يعني اول ما بتقوم من النوم كده زي اي واحد بيروح شغله، احكي لنا انت ايه طبيعه شغلك بالظبط؟ بنقوم من النوم حضرتك، بنطلع بنروق مع بعضينا، بنشد مراكبنا نشغلها، نشغل قرآن ربنا يكرمنا. شد مراكبك بقى تعمل ايه؟ نمسح المركب ونعرقها ونشد المرسى ننضفها، وبنقف فوق نتكل على الله نسترزق اي زبون، نستنى زبون. مين هو زبونك اللي انت بتعتمد عليه؟ هو ده حاليا مفيش الا ابن البلد، ده اللي انا اعتمد عليه، لكن هو كان عرب وسياح وكده، حاليا مفيش اي حاجه. الزبون نفسه حضرتك بيخاف ينزل، خايف ينزل المكان ده من القلق اللي شايفه كده هو، فلما بيجي ينزل يبص من الفندق، الاول كان الدنيا رايقه يجي يبص كام مركب، لا مراكب طلعت ومنازل مبسوط ينزل يتفسح، لكن دلوقتي بيجي يلاقي ضرب وقلق هيخاف ينزل من الفندق فبيروح ما بيجيش. يعني حتى الزبون لما بيجي يقف بيقعد في المكان، ما بينفعناش، ما فيش اي شغل. وابن البلد دلوقتي حاله البلد تعبانه حضرتك، فهو هيجيب اكل ولا شرب ولا ولا هيتفسح، فطبعا يعني الحال عندك يعني الحمد لله قبل اي شيء بس لكن انت كموضوع يعني شغل بقى 20% رجعت من ما فيش الا 20% وبسيطه، يعني درجه الاشغال بسيطه. يعني مثلا لو انت متوسط اليوم بتاعك تمام، هل مثلا اي قبل الثوره نقول مثلا متوسط اليوم بتاعك كان 100 جنيه مثلا؟ تمام. دلوقتي انت متوسط اليوم بتاعك في حدود كام؟ احنا ممكن احنا هنا معانا 10 مراكبيه ولا حاجه، بدانا نقلل في الكميه عشان ما فيش شغل. يعني كان بيبقى في مراكبيه برضه في ناس ارزوجيه تانيه حوالي 15 مركب بينوض على كل مركب واحد، حاليا عشان ما فيش شغل وضغط مثلا ولا حاجه، خلاص بقينا دلوقتي مثلا 3 4 مراكبيه زي ما انت شايف كوت على اي 10 مراكب، ممكن دلوقتي جينا 10 جنيه كده هو، ساعات ربنا بيكرمنا 30 جنيه. ودي ليها تسعيره ولا انتوا كده مثلا بالساعه او الساعه مثلا حسب الزبون كده هو، بس احنا بنمشي دلوقتي اي حاجه، بس حاليا ما فيش زبون اصلا يسال. ولا في الاعياد مثلا عن الاول ولا هي يعتبر المواسم؟ بس حضرتك البلد تحس ان هي ما فيهاش روح، يعني في ناس نازله بس ماشي يمشي، كان اول ممكن يشتري مش عارف ينزل هنا، دلوقتي ما فيش حد حاجه، كله خايف من اللي جاي. ان شاء الله الدنيا تتحسن واحسن، بس المظاهرات تهدى بس شويه، عشان احنا مش عارفين ناكل عيش، اكتر ناس بنضر احنا حضرتك، يعني ساعه المظاهرات هنا المراكب ولعت والدنيا اتبهدلت واحنا اتبهدلنا والمراكب ولعت، ولا خدنا اي حاجه، الناس ارجوك اليوم بيومها، حتى لو حضرتك كنت شايل حاجه صرفتها ودلوقتي ما فيش، مش معتمدين الا على ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش الا بعد ربنا. ومن ناحيه الحكومه والدنيا بتشتغل دلوقتي بيلم عاطل على باطل، انا نفسي الحكومه تشتغل بس في المظبوط، تعرف الكويس من الوحش، البلطجي اتعامل بلطجي، الكويس عامله كويس، مش عامل كله واحد، لازم يبقى في تغيير، نبدا من نفسنا. يعني هل مثلا في بعض من الامور الحكوميه حد مثلا بيجي يضايقكم هنا، ولا انتوا عشان خاطر ناس معاكم ترخيص ومعروفين؟ ترخيص بس بعد ساعات حضرتك بيضايقنا. مين بقى؟ مسطحات المائيه ولا حد، ولا جهه مباحث امن عام؟ هو بعد ساعات ممكن مسطحات حاليا مش شغاله، ممكن برضك مش عارف البلديه بتيجي تعدي مش عارف تيجي تحط يافطه. طب انت علاقتك بالبلديه مثلا؟ يعني مثلا احط علم مصر الكلام ده، عاوز اعلق نور فوق مش عارف احط يافطه للمكان، عاوز اعرف المكان بيشيلها لي، وانا مثلا طب اقول له حضرتك اديني تصريح اي حاجه شيء امشي عليه، ادفع ضريبه برضك وامشي برضك مع الطين من الناحيه دي. ممكن يعني اصلا دلوقتي حاليا يا فندم ما فيش اي حاجه ولا شغل ولا اي حاجه. يعني انت مفيش اي حاجة خالص غير يعني بتستنى؟ نستنى ان شاء الله ومتعشمين في ربنا، ونستمنى بلدنا تكون احسن بلد ونخاف عليها. كلمة تحب توجهها للحكومة اللي هي مسؤولة عن كل الناس، تحب تقول ايه للحكومة؟ ايه المطلب اللي انت طالبه؟ انا طالب بس اللي هم يتقوا الله فينا
وما يعملوش كله واحد، لان حركة صوابعك مش زي بعضها. يعني انا احترمه وهو يحترمني، يعني هو ليه شغله قانون اللي هو بطاقته والحاجات زي كده، ما ياخدنيش. ما ينفعش انا ابقى صاحب مكان واقف ويفتشني وياخدني الاسم وكروات وانا ما معيش حاجه وما معليش حاجه، ولا انا متعلم وكده، ولا انا هاخدك انا بشتري فيك او حد يعمل كده. ده انا نفسي التوق الله ويعاملوا ناس ايه كويس، هو في من ضمنهم كويس وفي كده هو، بس ايه ده اللي نفسنا يعملونا حلو بس مش اكتر، ويساعدونا يشوفوا ايه اللي مطلوب. انا راجل شاب معاكم لسه في نادي مش لاقي شغلانه ليا. يعني انت شايف اللي ناقصك بس ان الزبون يرجع، مش ناقصك حاجه تاني، بس الامن والامان ويبقى في حاجه كويسه وعاملوا ناس كويس، بس مش كله زي بعضه.